نبقى دائما في شأن المالي. تواصل الجزائر مد يد العون إلى دول ساحل الإفريقي على رأسهم دولة مالي التي طلبت مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر الجزائري، حيث عبر الأخير عن استعداده لتقديم كل ما تحتاجه هذه الدول. يعني في عادات وتقاليد في الجزائر واحتضان واستقبال ونشر الأمان والطمأنينة للذين يتعذبون ويفرون من الموت ومن الجوع، والجزائر عندها تاريخ في هذا المجال. أنا في حادثة تاريخية عشتها شخصيا في 1984، وقع جفاف كبير في منطقة الساحل، مجاعة، وهاجرت مواطنين نساء رجال أطفال إلى آخره. وصلوا، أنا كنت في طمر راسد، ما كانتش لا مخيمات ولا مراكز، اللي استقبل العائلات هما العائلات الجزائريه.